العقيد هنا الأفغاني، مدير إدارة الشرطة النسائية ومديرة معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية. الشرطة النسائية تم تأسيسها في عام 1972. كانت النواة للشرطة النسائية عبارة عن 6 فتيات من مختلف أنحاء المملكة. تم تدريب هاي النواة بشكل جيد، مما انعكس على باقي الشرطة النسائية اللي حاليا متواجدات في جهاز الأمن العام. طبعا الأعداد أصبحت كبيرة جدا في الشرطة النسائية نتيجة الإقبال على هذا المجال من العمل بالنسبة للمرأة، لما فيه من امتيازات ومن إمكانيات قوية في عملية تأهيل المرأة الأردنية في جهاز الأمن العام. طبعا تطورت الشرطة النسائية عبر مراحل تأسيسها لغاية ما وصلنا لل 2012. المراحل اللي تم تطوير الشرطة النسائية فيها إنها دخلت في كافة مجالات عمل مديرية الأمن العام، في كافة إدارات الأمن العام، من خلال طبعا عملية تدريبها ورفع كفائتها ومهارتها الشرطية، من خلال إعطائها دورات تخصصية إما عن طريق معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية، أو بإلحاقها بدورات في أكاديمية الشرطة الملكية أو بالمدينة التدريبية. كافة مديريات الأمن العام تجد العنصر النسائي عنصر فعال جدا. طبعا هذا بيعود لعدة أسباب، أهمها دعم قيادة الجهاز للعنصر النسائي في الشرطة النسائية، بالإضافة لأنه مجتمعنا إحنا بالأردن الحمد لله وصلنا بقيادتنا الهاشمية أنه لازم يكون في تمكين للمرأة في كافة المجالات، وهذا التمكين طبعا ما بيجي من فراغ، بيجي عن طريق منحها إعدادها بالدورات، تدريب رفع كفائتها كشرطية، رفع قدراتها في كافة المجالات. حاليا احنا في عنا مجموعة من الشرطة النسائية شاركوا بقوات حفظ السلام، يعني شاركوا بكوسوفو، شاركوا بالسودان، شاركوا بأفغانستان، وهذا بدل على قديش انه وصلت عنا الفتاة بقدراتها وبتدريباتها انها قادرة على انها تكون جنبا الى جنب مع الرجل حتى في قوات حفظ السلام. بالنسبة لمعهد الأميرة بسمة، طبعا معهد الأميرة بسمة بيقوم على العملية التدريبية كاملة. طبعا هاي العملية التدريبية بيكون في تنسيق مع المدينة التدريبية وإدارة التدريب. كل سنة في منهج للدورات التخصصية اللي لابد إنها تعقد داخل المعهد. من ضمن الدورات التخصصية في عنا دورات اللغة الإنجليزية، وهذه كتير مهمة بالنسبة لنا كرفع كفائتها وقدراتها في المجال الشرطي، بالإضافة خاصة أنه في عنا إحنا كمان في مجال عملنا أنه في شرطة، في شرطة نسائية في الشرطة السياحية، فهاي الدورات بترفع من كفائتها وأدائها لعملها، بالإضافة لدورات طبعا المشاة والأسلحة ودورات الدفاع عن النفس واللياقة البدنية، بالإضافة لدورات التحقيق والبحث الجنائي، دورات السير، دورات إعداد مراكز الإصلاح. يعني في مختلف مجالات عملها معهد الأميرة بسمة بيقوم على عملية تدريبها حتى تصل إلى الأداء الأمثل في مجال عملها. بالنسبة لنظرة المجتمع، إنه ما عاد في عنا نظرة مجتمع غير هي نظرة التقدير والاحترام لمجال عمل الشرطة النسائية بما تقوم به الشرطة النسائية من أعمال جليلة وأعمال خدمية بتخدم فيها مجتمعها وبتخدم بلدها. وبحب أضيف إنه إحنا الشرطة النسائية إحنا بنات البلد،
همنا الوحيد هو أمن وأمان المواطن وين ما كان. فإحنا بنتمنى من كل مواطن وكل مواطنة إنه يعني تعرف عمل الشرطة النسائية بشكله الصح، إنه إحنا قادرات على إنه نقوم بخدمة بلدنا في كل المجالات، في بأي مجال موجود في البلد إحنا قادرات على إنه نقوم فيه إن شاء الله.